عيادة مركزية وأخرى فرعية بالإضافة إلى فرق طبية متنقلة، تلك هي التي خصصتها البعثة الجزائرية للتكفل بالمرضى الجزائريين خلال تواجدهم بالمدينة المنورة. في المدينة المنورة هناك مركز، يعني عيادة مركزية، وين نقوم بكل يعني الفحوصات اللازمة، فيها عدة اختصاصات، وهناك عيادة جوارية بفندق النعيم، وهناك عيادة متنقلة. الفرق الطبية الجزائرية سجلت أكثر من 1000 تدخل، بالإضافة إلى حالات استشفائية متواجدة في المستشفيات السعودية. عدد المرضى المتكفل بهم حاليا يتجاوزون 1000 مريض، وخاصة التدخلات في العمائر، هناك 420 تدخل في العمائر. الحمد لله يعني في العيادة المركزية الجزائرية مروا لحد الآن 17 مريض كانوا في حالة استشفائية عندنا في العيادة المركزية، وكلهم خرجوا بدون يعني مضاعفات. أما في المستشفيات، يعني بما يخص مستشفى الأنصار، هناك حالتين، كانت 3 حالات، الحالة واحدة خرجت، بقي حالتين. وعن الأمراض الشائعة في أوساط الحجاج، فهي تتراوح بين الزكام الموسمي إلى الأمراض المزمنة. أغلبية المرضى عن الأنف والحنجرة، تأتي وراها الأمراض الصدرية، وتأتي وراها مرض الجهاز الهضمي، وتأتي وراها في الدرجة الرابعة الأمراض يعني المزمنة كالسكري والضغط الدموي. أما بخصوص آراء الحجاج حول التكفل الطبي بحالاتهم، فقد لقيت استحسانا كبيرا لديهم. الحمد لله، كثر خير ربي، قاموا بنا، أعطونا الدواء، لبس، الحمد لله. جيت العيادة هنا وعاد قابضني شوي الهواء، وراني جيت هنا للطباء، استقبلوني ويرحم والديهم ونشكرهم، عطوني الدواء اللازم اللي تحقيته. جيت جبت واحد صاحبي فيه لاقريب، هيا بغيت نضربوا له هبره ولا شوفها الطبيب وصاي، ورانا الحمد لله ربي لاباس، ما خصنا والو، راهم قايمين بينا، رانا ملاح. اني مريض عندي سطر، ونحمد الله، الله يبارك متهليه فيا، كي البنت والبن قاع يحافظوا عليا، ربي يحافظ عليهم. وبالرغم من هذا كله، فإن التخوف من تسجيل حالات وفيات ومضاعفات صحية خطيرة في أوساط الحجاج يبقى قائما، خاصة خلال أيام المشاعر. للشروق نيوز، شفيق بن شعبة، المدينة المنورة.